هذه المدرسة أول مدرسة نظامية في عام 1904 في عام 1994 في عام 1000 في عام 1900 في عام 1900 وكم بلا عادي. يلا وقف كت. صفان ما شاء الله تبارك الله من احد سكان هذه المنطقه، وهو والوالد ما شاء الله ابو صفان. كيف حالك يا صفان؟ طيب الحمد لله. الله يحييك. ايش رايك في المنطقه؟ انت ما شاء الله انت عايش هنا في المدينه ولا هنا بس؟ هنا ما شاء الله تبارك. ايش 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 الترفيه اللي عندكم هنا؟ ترفيه. يعطيكم الف عافيه يا شباب، كده وصلنا لنهايه حلقه اليوم، يعطيكم الف عافيه. طيب كذا لا المشكله فين؟ اني مصاب وقاعد اطلع فوق الجبل مصاب وحراره و... يلا ان شاء الله المقطع بس يطلع جيد يعني. والله ارتفعت علينا درجه الحراره والكاميرات كمان قاعد تطفي، ف يلا مشينا. لا والله ايام ايام ايام، في ايام يجي غبار وايام ما يجي غبار. اي ايش تسوي في ايام الغبار؟ ما علينا منها، طبيعي. طبيعي تمشي تروح وعادي. اي طبيعي حق الموتور. اي اللي كان يطلع الصوت. ايوه لا تعد لي الصوت بس. ها تعد لي الصوت. والله الصوت يعني ما هو هذا قديم. أيوه. هذا اتوقع. أيوه. هو في ذهن عم ابراهيم في ذهنه. ايوه هي هذه شفره. شوف هذه شفره. تي 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 تو تو تي تي حروف. هي تنطق حروف وهو يعرف مراها. هاي اول صلون تحت الشجره. الشجره صلون. هم صلوا تحت الشجره. ايوه جاء واحد فعل خير وسوى واخذ منه الشجره. اي كنت حاضر فيها والان تبي تشوفها. ايش احساسك؟ ايش احساس ترد ذاك الورع 50 سنه ما شاء الله. اكثر اكثر. اي عم ابراهيم بس تاشر لي عليها كذا بيدك. هذه الكانة، هذه الكانة حقت الباب اللي يتركب فيها الباب. واخيرا وصلنا مساجيد، واخيرا يا اخوان وصلنا مساجيد. انتوا عاد ما شاء الله تبارك الله اللي درستوا في مدرسة الصحراء. نعم درست اللغة.